السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في لاشين ديالي عبد الرزاق بوزيد. عارف راسي غبرت عليكم بزاف، الظروف ما كانش الوقت وحتى شحال من حاجه. المهم اليوم ان شاء الله غادي نديرو فلوغ، غادي نمشو. ديك المره جربت الكارتينغ وما صوراتش ليا الكاميرا اللي درت في الكاسك، وهاد المره تحت الفرصه وغادي نعاود نجربو. المهم ان شاء الله غادي نمشيو اليوم نجربوا الكارتينغ ونجربوا مع بزاف الناس، حيت ديك المره مشيت غير بوحدي وكندور غير بوحدي في الطراجي. اليوم كاين العكس، كاين بزاف الناس، كاين اكسبيريونس جديده، كاين داك الحماس ديال شكون اللي غيجي الاول. المهم ان شاء الله دابا شادين الطريق غادي الكارتينغ اللي في اكادير، اللي حدا التيران ديال اكادير. كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخلة ديال الكارتينغ. كاين في الناس اللي ما تفرجوش الفيديو الاول يقدروا يرجعوا يشوفوا. هذه هي الدخلة ديال الكارتينغ. هنايا الكوتش كيعطينا دي كونساي على كيفاش تاكسيليري، كيفاش تفراني، كيفاش في الفيراج خاصك تنقص، كيفاش خاصك الدور. المهم هادشي الناس اللي ما عارفينوش راه كيعطيكم دي كونساي باش من اجل السلامه ديالكم. كيعطيكم دي كاسك وواحد اللعيبه على حساب العنق، كيف ما كتشوفوا هي اللي دار لهاد السيد، واحد اللعيبه على حساب العنق باش ما يتلواش لك عنقك ولا شي حاجه. وكيعطيكم دي كونساي اللي مزيانين ليكم من اجل السلامه ديالكم. هذا هو الدري اللي ركب معايا انا، حيت خدينا ديال دو بلاس، سميتو ادم. وهذاك انا كان قد في الماتيريال في الكاسك. اللي كيدير لكم على حساب العنق. وين دابا غادي نمشيو ناخذو الفواتير ديالنا انا والدري. خدينا ديال دو بلاس. المهم هما كاينة 10 دقائق 200 درهم، ونص ساعة 300 درهم وقيلة، ولا 400 درهم معقلتش مزيان. المهم 10 دقائق 200 درهم. كيف ما كتشوفوا هادي هي الفواتير ديالنا ديال دو بلاس. المهم نخليكم مع لا كورس ونتمنى تعجبكم لا فيديو وفرجه ممتعه عليكم. ما تنساوش ابوني لاشين، شي تعليق زوين وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم.
المهم من بعد ما سالت لا كورس كيف ما شفتو جيت انا الاول حيت فايت جربت هذاك الشيء علاش. المهم غادي نبدا باش ادي الطريق لانزا الكافي الفلسطيني. هاد البلاصه هي غير حدايا وما عمرني جيت لها واخا 5 سنين وانا في اكادير ما عمرني وصلت لها. المهم كانت تجربه زوينه ديال الكارتينغ. هاد المره ماشي بحال المره اللي فاتت كانوا الناس كان شويه ديال الحماس. نخليكم مع هاد المقتطفات اللي خديت في كافي فلسطيني ونرجعو ملي نكونو غادي للدار. دابا سالا النهار ديالنا وسالا الفلوغ. ما تنساوش ابوني لاشين تهلاو فراسكم تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. وان شاء الله راه عندي افكار بزاف ومخلط علي الامور ما بقيتش عارف كاع شنو خاصني ندير فلاشين. ما بقاش عندي الوقت وحتى داكشي اللي كنت كندير ما بقاش عندي باش ناخذو. كنت كندير الانبوكسين بزاف والانبوكسين كيحتاج الفلوس وراكم عارفين القضيه كي دايره. المهم ما تنساوش ابوني لاشين تفعلوا زر الجرس. ان شاء الله هاد الايامات غادي نمشي لعند والدي ندوز العيد ان شاء الله وغادي ندير لكم شي فلوغ تما. غادي نمشي ان شاء الله للوالديه الاسفي. المهم شي بلايص زوينين نمشيو ليهم مجموعين. وتهلاو في راسكم ما تنساوش ابوني لاشين تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الناس اللي كتعرفوا. تهلاو في راسكم.